إجراء فرنسي جديد يشدد المراقبة على متقاعديها المقيمين في المغرب. قررت الحكومة الفرنسية تشديد شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية في إجراء تستهدف به على الخصوص المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، وفي مقدمتهم المغاربة والجزائريون. وقال الوزير المسؤول عن الحسابات العامة جابرييل أتال إن الحكومة تعتزم تشديد شروط الإقامة في فرنسا للاستفادة من التقديمات الاجتماعية، كشفا عن خطة واسعة لضبط المستفيدين من التقديمات الاجتماعية تنص خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه التقديمات. وأضاف في مقابلة صحفية أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعين على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنويا ما لا يقل عن 9 أشهر مقابل 6 أشهر حاليا. ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من 1 مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف هؤلاء 300 ألف في الجزائر لوحدها.